السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا صاحبي يلي سألتني، عندي 2 طيور كروانات عمرهم 2 شهر لحد الآن ما ينفطمون، دائما يردون سريلاك. هذا شوف اللي عندي تقريبا عمره 40 يوم، من صار عمره 35 يوم ظل بدل ما أنطي 14 سيسي بالإبرة ظلت أنطي نص الكمية، ومن يأكل أكيد نص شبعان أخلي له البذور يمه سواء على إيدي أو بالقفص، إضافة أقدم له التفاح، الخس، الكيوي. حتى لو جاع ما أصير أنا مثل الأم اللي قلبها ضعيف تدلل ابنها تدلل وتخاف عليه، من مصلحته يتعلم يأكل. إذا ظل يأكل أروح له وأروح لك، صير صحته ممتازة أحسن من الغر. فأصبر عليه، أعلم أسبوع 2 أسبوع ما أيس. الببغاوات والعصافير تفتهم، خاصة الببغاوات، يقول ما راح أكل على مود يعطيني السريلاك اللي أنا متعود عليه. والبيبي هم نفس الشيء، إذا أمه تريد يأكل ما يأكل، يبكي يبكي تقول من أبكي أمي تعطيني المامية أو السريلاك. الببغاو نفس الشيء، يجوع شوية ما يخالف، أقوي قلبي وأقول له لمصلحتك يا حبيبي تأكل النيجر والجوز واللوز والدخن حتى تصير صحتك ممتازة، ريشك يصير ممتاز. فلا تدلل طيورك على راحة صحتهم أو على حساب صحتهم، أدللهم بالأكل الصحي والمفيد والمتنوع. ما شاء الله شوف عمره تقريبا 40 يوم، يقشر البذور ويجرب ويجرب ويجرب، أكيد منقارة رقيقة هو هسه بس يختار له الأكل الترف. أنا حاط له جوزهم ولوز وحياك الله.